السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهاردة إن شاء الله هعمل لكم الهريسة السورية، جد أحلى هريسة تاكليها في حياتك. دي بقى مش هتشرفك قدام جوزك وحماتك بس، ده هتشرفك قدام مصر كلها من الطعام والجمال والحلاوة، وبتزيد خالص خالص معاك. بصوا بصوا حلوة إزاي، بصوا متماسكة إزاي، طعمها ما أقولكمش إيه، خطير. بصوا بصوا حلوة إزاي إيه؟ بجد بجد روعة روعة. أنا واثقة إن شاء الله عند جربها تعملوها على طول. نقول بسم الله ونبتدي بالمكونات. 2.5 كوباية سميد، 1 كوباية سكر خشنة، 1 كوباية لبن، 1 كوباية زبادي، 1/2 كوباية سمنة بلدي سايحة، ملعقة كبيرة بيكنج باودر، هاخد رشة صغير ملح. حاجة نجيب قولة كبيرة عندنا ونحط اللبن والزبادي كوباية السكر كله كده، 1/2 كوباية سمنة، ملعقة بيكنج باودر، رشة صغيرة خالص ملح. هبص رشة زي كده خالص، ونقلبهم مع بعضهم كلهم كويس خالص. اهو انا خلاص مزجت كله مع بعضيه، 1 كوباية السكر و1 كوباية اللبن و1 كوباية الزبادي و1/2 ملعقة السمنة السايحة وملعقة البيكنج باودر ورشة الملح، كله امتزج مع بعضيه كويس خالص. هاخد بقى 2.5 كوباية السميد واخلطهم مع بعضهم، مش عاجنهم، اخلطهم بالراحة كده. الطريقة دي اهو كده، اهو انا خلاص خلطتهم مع بعضهم كويس خالص. بص منكم بقى كده، دلوقتي هغطيهم واحطهم على جنب في مكان دافي لمدة 1/3 ساعة. يلا هروح انا اغطيهم واحطهم لمدة 1/3 ساعة في مكان دافي. دلوقتي احنا هنعمل شوربات الهريسة بنفس الكوباية اللي عيرت بيها كل المقادير في الهريسة. خدت بيها 2 كوباية سكر و2 كوباية مية، وحطيت عليهم عصرة ليمونة، ومع نروح نقلبهم ونحطهم على النار. اهو على النار لحد ما غلت، احط رشة الفانيليا، وانا كنت حطها على النار قعدت اقلب لحد ما غلت وكل السكر داب، حطيت رشة الفانيليا واسيبها تغلي بالظبط 3 دقايق. اهو خلاص بقى 1/3 ساعة. بس خمرت ازاي، بدك اقلبها مع بعضها كويس. بص بقيت بالسم كده اهي، جبت صينية عندي ودهنتها زيت وشغلت الفرن البوتاجاز على 180 وادخلها عليها في الرف الوسطاني. اهو خلاص انا حطيتها في الصينية وسويتها كويس وشغلت زي ما قلت الفرن على 180، حطها في الرف الوسطاني بس ايه، هستناها 5 دقايق تريح شوية في الصينية وبعد كده لما ادخلها الفرن. اهو انا خلاص طلعتها من الفرن، هي سخنه والعسل بارد مش ساق على درجه حراره الغرفه عادي، وهي لسه طالعه من الفرن. نرش عليها العسل، شو قصدي الشربات بتاعها. واسيبها 1/2 ساعة بالظبط تشرب كل الشربات بتاعها. انا بعد ما حطيت عليها العسل رشيت عليها شويه فول مجروشين ومع شوية جوز هند، قلبتهم ورشيتهم عليهم، انت زينها بالطريقة اللي تعجبك بس انا بحب الفول المجروش يعني بيكون احلى في الاكل. وبعد كده استنيت عليها لحد ما برد تقريبا، خدت حوالي 1/2 ساعة ودخلتها التلاجة قعدت 2 ساعة. وانت بعد ما تبرد تحطها في التلاجة تقعد 2 ساعة، بعد كده طلع تقطع منها. اهو خلاص ده الهريسة بعد ما خلصت وقطعت شوية منها. بصوا حلوة ازاي، بصوا متماسكة ازاي، بصي بصوا زادت ازاي، بصوا العرض بتاعها، طعمها ما اقولكمش ايه، وريحه السمنه البلدي فيها فظيعه بجد، طعم خرافه، احلى احلى هرسه تاكلها في حياتك والله بجد. جربيها مش هتخسري خالص، ده انت
بعد ما جربها مش هتعمل غير هتنسي البسبوسة والهريسة، مش هتعمل غير الهريسة السورية دي. بتمنى يا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا الجرس، والمشتركش يشترك. مع السلامة في وصفة جديدة.